بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بإذن الله هنتناول النهاردة أو هنتكلم عن شابتر 4 أو Accounting Cycle، بمعنى الدورة المحاسبية أو خطوات العمل المحاسبي. بداية يا جماعة بفكركم إن إحنا خدنا في شابتر 1 تعريف المحاسبة. كنا بنقول إن تعريف المحاسبة من ضمن تعريفه هي عملية الريكوردينج. كنا بنقول طبعا تعريف المحاسبة بيتضمن ايدنتيفاينج تحديد العمليات المالية، ثم ميجرينج قياس العمليات، ثم ريكوردينج اللي هي تسجيل العمليات. تسجيل العمليات كنا اتكلمنا عنها، قلنا التسجيل يعني تسجيل العمليات المالية في الدفاتر المحاسبية. فموضوع النهاردة هو بيتكلم عن خطوات العمل المحاسبي أو كيفية تسجيل العمليات المالية في الدفاتر المحاسبية تمهيدا لإعداد القوائم المالية. لو جينا نشوف الخطوات العمل المحاسبي أو الدورة المحاسبية، أول خطوة بتتكلم عن Analyze Transaction from Source Documents، بمعنى إن أنا أي عملية مالية هتكون بيها المنشأة، أول حاجة بعملها إيه يا جماعة؟ اللي أنا بعمل أنالايز، بعمل تحليل لهذه العملية وفقا للدفاتر المحاسبية أو وفقا للمستندات التي تعبر عن هذه العملية. عملية التحليل أيضا تعني إن أنا بحدد ما هو الجانب المدين والجانب الدائن من العملية المحاسبية، وهنتكلم عنها بالتفصيل. الخطوة الثانية في الدورة المحاسبية وهي Record transactions in a journal according to the rule of double entry. الخطوة الثانية والأساسية طبعا في الدورة المحاسبية هي عملية تسجيل العمليات المالية في a journal، بمعنى دفتر اليومي. يبقى جورنال او الجورنال بمعنى دفتر اليومية، وانا طبعا بسجل في دفتر اليومية وفقا لقاعدة بنسميها قاعدة القيد المزدوج، وبرضه هنتكلم عنها بالتفصيل. الخطوة الثالثة بعد ما بسجل العمليات في دفتر اليومية بعمل عملية بوست او بوستنج فروم the journal to the ledger، اللي انا بعمل بوستنج بمعنى ترحيل العمليات اللي انا سجلتها في دفتر يومية، بعمل لها ترحيل من دفتر اليومية to the ledger الى دفتر الاستاذ. الخطوة الرابعة والاخيرة في خطوات العمل المحاسبي او في الدورة المحاسبية ان انا بعد ما بسجل او برحل العمليات الى دفتر أو من دفتر اليومية إلى الحسابات المختصة في دفتر الأستاذ، بعمل بريبير a trial balance from the ledger، اللي أنا بعد ميزان المراجعة. يبقى trial balance بمعنى ميزان المراجعة. يبقى أول حاجة حللت العملية المالية بتاعتي. التحليل زي ما قلنا أنا بحدد العملية اللي هو بيدهالي بتأثر على الأصول اللي هي الأسيتس ولا الليابيليتيز ولا الأونرز إيكويتي ولا expenses ولا revenues، بحدد العمليات أو بحللها إلى العناصر اللي أثرت فيها. بعد ما بحلل العملية ببتدي بقى أسجل العملية دي في دفتر اليومية وفقا اللي قلنا لقاعدة القيد المزدوج، ثم بعمل بوست أو بوستنج اللي أنا برحل من دفتر اليومية إلى ذا ليدجر دفتر الأستاذ، وفي الآخر بريبير ترايل بالانس اللي أنا بعد ميزان المراجعة من واقع الحسابات المختصة في دفتر الأستاذ. طيب نمسك أول حاجة إزاي أعمل record transaction in a journal، إزاي أسجل العملية أو أي عملية بالدهالي إزاي أسجلها في دفتر اليومي. Steps to identifying the debit side and the credit side in preparation of the recording transaction in a journal. يبقى الخطوات المتعلقة بتحديد الجانب المدين والجانب الدائن اللي هو debit side اللي هو الجانب المدين
and the credit side اللي هو الجانب الداني. يبقى أنا العملية المالية زي ما قلنا بحللها، يعني بحدد مين الجانب المدين ومين الجانب الدائن، تمهيدا لإعداد أو لتسجيل هذه العملية in a journal في دفتر اليومي. طيب الخطوات بقى بقول elements of financial position according to accounting equation. احنا خدنا accounting equation اللي هو معادلة المحاسبة زي ما خدنا في شابتر 3. معادلة المحاسبة او بسميها معادلة الميزانية زي ما قلنا هي assets equal liabilities plus owners equity، او الاصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. طيب قلنا برضو ان حقوق الملكية اللي هي earnings equity ممكن ان انا ابتدي افصصها او افصلها الى الكابيتال اللي هو رأس المال، والريفينيوز بضيف الريفينيوز او الايرادات، وماينس او بطرح الاكسبنس او المصروفات. يبقى بصفة عامة يا جماعة اي عملية مالية بيديها لي هتأثر على خمس عناصر اللي بيكونوا لي عناصر القوائم المالية اللي احنا خدناها. زي ما قلنا احنا خدنا قائمة الدخل اللي هي income statement، قلنا قائمة الدخل تتكون من عنصرين اللي هو expenses والrevenues، وخدنا البالانس شيت او الميزانية، قلنا الميزانية بتتكون من ثلاث عناصر هي الاسيتس الاصول، والliabilities اللي هي الخصوم، والowners equity حقوق الملكية. يبقى عندي خمس عناصر، خمس عناصر دول يا جماعة أي عملية بيديها لي بيتأثر في الخمس عناصر دول. لو حبينا نحطها في شكل معادلة الميزانية أو معادلة المحاسبة بنقول إن assets equal liabilities plus owners equity plus revenues minus expense. طبعا الـ owners equity ممكن لنا أستعيد عنها وأحط الكابيتال اللي هو رأس المال. طيب الخمس عناصر دول دي اللي انا اصنفهم الى مجموعتين، وهنشوف ليه صنفتهم لمجموعتين. يبقى انا في البدايه قلنا عندي خمس عناصر، كل العناصر الخمسه دي صنفتها لمجموعتين، خدت الاسيتس والاكسبنسز مع بعض في مجموعه اللي هي الاصول والمصروفات. المجموعه الثانيه خدت فيها الثلاث عناصر اللي هي اللايابيلتيز والاونرز ايكويتي والريفينيوز، الخصوم وحقوق الملكية أو رأس المال والريفينيوز اللي هي الإيرادات. طيب ليه خدنا الأصول والمصروفات مع بعض وليه خدنا الليابيلتيز والأونرز إيكويتي والريفينيوز في مجموعة مع بعض؟ قلنا الأسيتس والإكسبنس يا جماعة ليهم طبيعة متشابهة. إيه طبيعتهم المتشابهة؟ إن ديبت بالانس، إن رصيدهم بيبقى مدين. يبقى أي أصل طبعا مهم جدا يبقى عارفين انواع الاصول زي ما خدناها، والاكسبنسز برضو يبقى عارفين انواع المصروفات. يبقى اي اصل او اي مصروف بيبقى رصيده ايه يا جماعه؟ ديبت بالانس، رصيده مدين. المجموعه الثانيه اللي هي اللايابيلتيز الخصوم والاونرز ايكويتي حقوق الملكيه، او زي ما قلنا بنستعيد عنها بنحط الكابيتال او راس المال، والريفينيوز اللي هي الايرادات. الثلاث عناصر دول يا جماعه ليهم طبيعه متشابهه ان بيبقى رصيدهم دائن اللي هو الكريدت بالانس. يبقى مهم جدا نبقى عارفين ايه العناصر اللي بتبقى ديبت بالانس رصيدها مدين، والعناصر اللي بتبقى كريدت بالانس او رصيدها دائن. طب يعني ايه ديبت بالانس ويعني ايه كريدت بالانس؟ نقول ان الديبت بالانس اللي هي بتطبق او تنطبق على الاسيتس والاكسبنسز او الاصول والمصروفات زي ما قلنا، ان بيبقى رصيدهم مدين. بمعنى ايه رصيدهم مدين؟ بمعنى increase recorded in debit side، يعني لو حصل فيهم زيادة الزيادة دي تسجل أو توضع في الجانب المدين، أما لو حصل decrease نقص هذا النقص decrease recorded in credit balance. يبقى عندي assets والexpenses الأصول والمصروفات، debit balance رصيدهم مدين، بمعنى لو حصل فيهم زيادة الزيادة هخليها في الجانب المدين أو في الطرف المدين، لو حصل فيهم نقص النقص بسجله في الطرف الدائن. المجموعة الثانية اللي هي liabilities والowners equity والrevenues قلنا بيبقوا credit balance رصيدهم دان. يعني ايه رصيدهم دان؟ عكس بقى الاسيتس والاكسبنسز، رصيدهم دان بمعنى increase recorded in credit side والdecrease recorded in debit side، بمعنى ان لو حصل زيادة
في الـ Liabilities أو الـ Owner's Equity أو الـ Revenues، هذه الزيادة تسجل في الجانب الدائن. أما لو حصل Decrease، نقص، هذا النقص بيسجل في الجانب المدين. مهم جدا القاعدة دي يا جماعة نكون عارفينها، لأن دي اللي هتساعدني إن أنا أعرف إزاي أحدد مين الطرف المدين ومين الطرف الدائن لما يديني أي عملية مالية تمهيدا لتسجيلها في دفتر اليومي. طيب هنبتدي نلخص العمليات دي أو القاعدة اللي احنا خدناها. احنا عندنا قلنا خمس عناصر، اللي هو الأسيتس والإكسبنسز والليابيليتيز والريفينيوز والكابيتال، اللي احنا قلنا اللي هو يعبر عن اونرز ايكويتي، اللي هو رأس المال، اللي هو بيعبر عن حقوق الملكية. ادي الخمس عناصر اللي احنا خدناهم. قلنا عندنا في الجانب الشمال هو الاسيتس وتحته الاكسبنس. قلنا العنصرين دول يا جماعة ليهم طبيعة متشابهة، بمعنى ايه؟ ان لو حصل فيهم زيادة زي ما انتم شايفين، الزيادة هتسجل في الديبت سايد في الجانب الشمال اللي هو الجانب المدين. اما لو حصل فيهم نقص، النقص بيسجل في الطرف الدائن اللي هو الجانب اليمين اهو، ده لو طبعا دفتر استاذ، فالزيادة بخليها مدينة والنقص بخليه او بيسجل في الطرف الدائن. والبالانس النورمال بالانس يا جماعة يعني طبيعة الرصيد نفسه مدين. احنا عارفين ان الاصول زي ما خدنا القاعدة ان رصيدها مدين، عشان كده النورمال بالانس بتاعه بيظهر في الجانب المدين. الاكسبنسز نفس الكلام اللي قلناه على الاسيتس، لو حصل فيهم زيادة انكريز اهو بتسجل في الديبت سايد. اما لو حصل نقص في الاكسبنسز بيسجل في الجانب الدائن اللي هو الكريدت بالانس. وطبعا النورمال بالانس طبيعة الحساب بيبقى مدين زي ما انتم شايفين زي الاصول بالظبط. الليابيليتيز والريفينيوز والكابيتال بينطبق عليهم قاعدة واحدة زي ما قلنا، ان الانكريز لو حصل فيهم زيادة بنسجله في الكريدت بالانس او في الجانب الدائن، اما لو حصل فيهم ديكريز نقص بيسجل في الجانب المدين. الكلام ده قلنا بينطبق على الليابيليتيز والريفينيوز والكابيتال. النورمال بالانس بتاعهم هما الثلاثة زي ما انتم شايفين بيبقى كريدت سايد او بيتحط في الجانب الدائن، يبقى اي خصوم او ايرادات او رأس المال النورمال بالانس بتاعهم لازم يظهر في الجانب الدائن لان رصيدهم دائن. هناخد بعد كده steps to do journal entry، ايه هي خطوات عمل قيد اليومي عشان اقدر بقى اسجل في دفتر اليومية. في خطوات معينة دي طبعا بعملها في بفكر، وانا اي عملية بتداري بفكر فيها وبعمل خطوات دي في دماغي عشان احدد مين الطرف المدين ومين الطرف الدائن. فهنحاول نقولهم كده مع بعض، بعد كده انتوا مع التكرار هتحفظوا الخطوات دي وتعملوها لوحدكم. اول خطوة يا جماعة عشان احدد اعمل ازاي قيد يومية، اول خطوة determine the impact of the transaction on the elements of the financial position of the company: assets, liabilities, owners equity, expenses and revenues. يعني ايه معنى الكلام ده؟ بيقول لي اول حاجة اول ما بيجي لي عملية مالية وعايز انا احدد الطرف المدين او الطرف الدائن عشان اعمل لها قيد يومية، اول حاجة بعملها ايه يا جماعة وبفكر فيها؟ ديترماين، ان انا بحدد اثر العملية دي على العناصر الخمسة اللي احنا قلنا عليهم. يبقى اداني عملية مالية معينة، ببص على العملية دي بشوف هي اثرت على انهي عنصر من العناصر الخمسة اللي احنا قلنا عليها. هل اثرت على الاصول، ولا اثرت على الاصول والخصوم، ولا اثرت على الخصوم بس، ولا اثرت على الاصول بس، ولا اثرت على الاصول وحقوق الملكية او رأس المال، ولا اثرت على المصروفات، ولا اثرت على الايرادات. يبقى مهم جدا ان انا بمسك كل عملية وابتدي احدد العملية دي اثرت على انهي عنصر من العناصر الخمسة. ممكن تأثر على عنصر واحد او تأثر على اكتر من عنصر، فده دورك اللي انت لازم تبقى عارف ايه هي العناصر اللي اتأثرت بالعملية اللي هو مدهان. طبعا هنشوف الكلام ده عملي عشان نفهم اكتر. الخطوة التانية بعد ما حددت اثر العملية دي على العناصر الخمسة اللي قلنا عليها،
الخطوة التانية determine the nature of impact، يعني ايه؟ بحدد طبيعة الأثر. يعني ايه طبيعة الأثر؟ يعني بشوف ايه العنصر اللي زاد والعنصر اللي نقص، هل العملية اللي مديها لي دي أثرت على الأصول بالزيادة ولا أثرت على الأصول بالنقص، ولا في أصل زاد وأصل نقص، ولا أصل زاد والتزام زاد برضو، وهكذا. يبقى طبيعة تحديد طبيعة الأثر يعني بحدد الزيادة والنقص اللي حصل في العناصر اللي أنا حددتها. الخطوة الثالثة determine the amount، بحدد المبلغ اللي اتأثر بيه كل عنصر، بشوف ده العنصر ده زاد بمبلغ قد إيه أو العنصر ده نقص بمبلغ قد إيه. الخطوة الرابعة والأخيرة expression of increase and decrease to debit side and credit side and application of the rule of double entry، اللي انا بقى بعد كده بعبر عن الزياده والنقص ده وفقا لقاعده القيد المزدوج. ونرجع للقاعده اللي احنا قلناها في البدايه، بشوف بقى بناء على الاصل اللي زاد او الاصل نقص بحدد الطرف المدين والطرف الدائن حسب العناصر اللي اتاثرت بالعمليه اللي هو مديها لي. طبعا ده كلام نظري ممكن ما نكونش فهمناه قوي، هيبان لما ناخد تطبيق عملي على الكلام. قبل ما ناخد المثال او الامثله اللي هتوضح لنا الكلام ده، بنقول ان ايه بقى نشرح هو الدبل ان انتري ده، ايه هي القيد المزدوج ده او هي قاعده القيد المزدوج. مهم جدا نبقى عارفين الدبل انتري اللي هي قاعده القيد المزدوج، لازم نبقى عارفين تعريفها ايه. فبيقول لي الدبل انتري رول مينز any financial transaction undertaken by the company have two sides debit side and credit side. The debit side must be equal to the credit side. معنى ايه الكلام ده؟ بيقول ان double entry او قاعدة القيد المزدوج تعني ان اي عملية مالية بتقوم بها المنشأة يجب ان يكون ليها طرفين، طرف مدين debit side and كريدت سايد طرف د. يبقى اول حاجه يا جماعه بتقولها لي الدبل انتري او قاعده القيد المزدوج، ان العمليه الماليه اللي انا عايز احدد لها الطرف المدين والدائن لازم العمليه دي يا جماعه يكون ليها طرفين، ما ينفعش يبقى ليها طرف واحد، ما ينفعش يبقى ليها طرف مدين بس ولا طرف دائن بس، لا يجب ان العمليه يكون ليها طرفين ديبت سايد اند كريدت سايد، طرف مدين وطرف دائن. يبقى دي اول شرط. الشرط الثاني ان لازم مجموع الطرف المدين يتساوى مع الطرف الدائن، يعني لو المبلغ بتاع الطرف المدين 100,000 يجب ان انا برضو هلاقي ان الطرف الدائن 100,000، ما ينفعش طرف يبقى اكتر من طرف. يبقى في شرطين لازم ارعيهم لما اجي اعمل قيد اليوميه عشان اقدر احقق قاعده القيد المزدوج اللي هي الدبل انتري. قلنا اول شرط ان العمليه الماليه لازم احدد ليها طرفين، طرف مدين وطرف دائن. الحاجة التانية إن مجموع الطرفين يجب أن يكونوا متساويين. الملحوظة التانية لازم ناخد بالنا منها، لما بيقول لي when we write journal entry we must start first debit side then credit side، بيقول لي لما تيجي تعمل journal entry قيد يومية يجب إن أنت تراعي إن أنا ببتدي الأول بالطرف المدين ثم بحط بعده الطرف الدائن. يبقى يجب لما اجي اعمل قيد يوميه ان انا ببتدي الاول بالديبت سايد اللي هو الطرف المدين ثم الطرف الدائن زي ما هنشوف. نمسك اول مثال اكزامبل 1، بيقول لي اون اكتوبر 1 علي بيجين ذيس بزنس ويز ا كابيتال اوف 60,000 كاش. يعني بيقول لي في واحد اسمه علي بدا اعماله التجاريه او بدا نشاطه او عمله براس مال او استثمر مبلغ رأس مال قدره 60,000 جنيه. هذا المبلغ قدمه في صورة نقدية أو في صورة مبلغ نقدي اللي هو الكاش. طيب أدي عملية بيدهالي. أول خطوة يا جماعة نطبق الخطوات اللي احنا قلناها. أول حاجة إن أنا يجب إن أنا أحدد العملية دي أو أشوف العملية دي بتأثر على أنهي عنصر من العناصر الخمسة اللي احنا قلنا عليها، اللي هي الأسيتس و إكسبنسز لايابيلتيز اونر ذا ايكويتي او الكابيتال والريفينيوز الايرادات. يبقى لما اجي نبص نحلل العمليه دي بيقول لي علي بيجين هيز بزنس ويز ا كابيتال، يعني بدا نشاطه براس مال. يبقى اول عنصر عرفت اللي هو راس المال. طيب راس المال ده يا جماعه المفروض بيقول لي قيمته كانت 60
ألف دفعها كاش. طيب يبقى إذا حددت إن العملية دي أثرت على الـ Owner's Equity اللي هو في صورة الكابيتال أو رأس المال، والكاش اللي هو النقدية. طيب بعد ما حددت إن العملية دي أثرت على الكابيتال أو الـ Owner's Equity اللي هو الكابيتال يعتبر Owner's Equity، والكاش قلنا تعتبر Assets، يبقى أنا عرفت العملية دي أثرت على الـ Owner's Equity والأسيت اللي هي الأصول. طيب بعد ما حددت العملية أثرت على أي عنصر من العناصر الخمسة، أحدد طبيعة الأصل، يعني أشوف إيه اللي زاد وإيه اللي نقص. طبعا لما واحد بيبتدي مشروع فطبعا رأس ماله اللي هو الحقوق الملكية بتاعته أو رأس ماله بيزيد. نفس الكلام الفلوس دي حطها في البنك أو في صورة نقدية، يبقى برضه الأسيتس زادت برضه. طيب زادوا بكام المبلغ أهو؟ الأونرز إيكويتي أو الكابيتال زاد ب60,000، والكاش او اللي هو الاسيتس زادت برضه ب60,000. طيب نطبق القاعده، احنا قلنا لما الاصول تزيد الزياده بتوضع في اي طرف يا جماعه؟ قلنا الديبت سايد. يبقى اذا لما اي اصل بيزيد بيتحط في الطرف المدين اللي هو الديبت سايد، يبقى انا كده حددت الطرف المدين عندي اللي هو الكاش. طيب الاونرز ايكويتي او الكابيتال لما يزيدوا الزياده يا جماعه في الاونرز ايكويتي او الكابيتال، قلنا الزياده تتحط في الطرف الدائن كريدت سايد اللي هو عند الطرف الدائن، يبقى انا كده حددت الطرف المدين اللي هو الكاش والطرف الدائن اللي هو الايه؟ الكابيتال. لما اجي اعمل قيد اليوميه بقى يا جماعه، قلنا لازم اراعي ان قيد اليوميه زي ما قلنا وفقا لقاعده القيد المزدوج يجب ان يكون لها طرفين، طرف مدين اللي هو الكاش، وهتلاحظوا ان انا بدات بالطرف المدين ثم الطرف الدائن اللي هو الكابيتال، هنا 60,000 وهنا 60,000. طيب أطبق قاعدة القيد المزدوج، قاعدة القيد المزدوج بتقول لي إيه؟ بتقول لي أي عملية بيكون ليها طرفين، أدي طرف مدين اللي هو الكابيتال اللي هو الكاش، والطرف الدائن اللي هو الكابيتال. طيب الشرط التاني بيقول لي إيه؟ يجب أن يتساوى الطرف المدين مع الطرف الدائن. هنلاحظ إن الطرف المدين اللي هو الكاش 60,000 والطرف الدائن برضه 60,000، يبقى كده أنا حققت قاعدة القيد المزدوج. يبقى ادي عندي الطرف المدين، القيد اليومية اهو يا جماعة، المفروض بقول المفروض من حساب الكاش 60,000 إلى حساب الكابيتال 60,000، ادي الطرف المدين الكاش والطرف الدائن اللي هو الكابيتال. طيب ما فهمش المثال ده، ناخد مثال تاني. بيقول لي on October purchase a furniture أو of furniture for 15,000 cash. طيب بيقول لي علي يوم منشأة علي اشترت فرنتشر أساس فور 15,000 ب 15,000 كاش. طيب أدي عملية مالية، أول خطوة إيه يا جماعة؟ هبتدي أحدد العملية دي أثرت على أنهي عنصر من العناصر الخمسة اللي إحنا قلنا عليه. الفرنتشر، الفرنتشر دي تمثل إيه يا جماعة؟ الأساس، الأساس ده يعتبر إيه؟ يعتبر أصل، يبقى عرفت إن الفرنتشر ده يعتبر أصل، يبقى إذن أول حاجة أثرتها الأصل. طيب والكاش برضو يعتبر اصل، يبقى اذا العمليه دي اثرت على الاصول، عندي اصلين اللي هو الفرنتشر والكاش. طب الخطوه الثانيه احدد طبيعه الاثر، يعني ايه العنصر اللي زاد وايه العنصر اللي نقص. لما انا اشتري فرنتشر الاساس الاصول هيحصل فيها ايه؟ هتزيد، يبقى عندي الفرنتشر زادت لان اشتريت اساس. طيب انا دفعت الفلوس نقدا، يبقى اذا نقديا اللي عندي حصل فيها ايه؟ نقصت، يبقى عندي الكاش نقص، هنا الفرنيشة زادت ب15 والكاش نقص في نفس الوقت ب15. طيب اطبق القاعدة، انا عندي اصل زاد اللي هو الفرنيتشر، اي زيادة تحط في الطرف المدين طالما الاصل ده زاد، يبقى عندي الطرف المدين الفرنيتشر، وعندي هنا الكاش نقص، يبقى ده اصل نقص، يبقى اذا هيتحط في الطرف الدائن، يبقى عندي الطرف المدين ديبت سايد اللي هو الفرنتشر، والكاش الكريدت سايد اللي هو النقدية، ده الطرف الدائن. لما اجي اعمل قيد اليومية هبتدي الاول بالطرف المدين، هقول من حساب الفرنتشر 15,000 وتحته الطرف الدائن الكاش 15,000. طبعا قاعدة القيد المزدوج انا حققتها ان انا عندي طرفين مدين والطرف التاني دائن، ومجموع الطرف المدين متساوي مع مجموع الطرف الدائن. مثال تالت يقول لي on October purchase equipment for 30,000 from future company on account.
بيقول لي إن منشأة علي اشترت purchase equipment، اشترت آلات ومعدات ب30,000 from future company، من الشركة أو من شركة المستقبل، on account يعني على الحساب، على الحساب. طيب نمشي خطوة خطوة. أنا اشتريت إيه يا جماعة؟ المنشأة اشتريت equipment، قلنا الإكويبمنت يمثل أصل، يبقى أنا لازم أحدد أول خطوة أعملها إيه. الكلام ده كله بيتم في دماغي، بفكر فيه، لازم أعمل الخطوات دي في دماغي. يبقى العملية دي قلنا أثرت على الأصول، إن أنا عندي equipment الأصول عندي اتأثرت بقيمة الأساس. طيب أنا اشتريت الأساس، آسف، اشتريت الآلات دي، هل دفعت الفلوس؟ قال لي لأ، on account على الحساب. طب احنا قلنا لما اجي اشتري حاجة على الحساب بشتريها من مين؟ بشتريها من الليابيلتيز اللي هم الخصوم. احنا بسميهم ايه يا جماعة؟ بسميهم الايه؟ الاكونتس بيبل. الاكونتس بيبل اللي هم الايه؟ الدائنون او الموردون. يبقى اذا اجي احدد العملية هنا بقول ان الاكويبمنت يعتبر اصل زاد، والاصول لما تزيد تتحط في الطرف المدين، ادي الطرف المدين اكويبمنت 30,000، اون اكونت اللي انا اشتريت الالات والمعدات دي على الحساب، قلنا بمعنى ان انا اشتريت من دائنون او موردون، طبعا دي خصوم حصل فيها ايه؟ زادت، والخصوم لما تزيد تتحط في الطرف الدائن. يبقى عندي اصل زاد حطيته في الطرف المدين اللي هي الاكويبمنت، وعندي خصوم زادت اللي هي الاكونتس بيبل الدائنون او الموردون، زادت طبعا الزيادة دي تتحط في الطرف الدائن، خلاص ادي الاكونتس بيبل، وعند الطرف المدين اهو الطرف الدائن، ادي قيد اليومي. العملية رقم 4 بيقول لي ان اكتوبر بروفايد، الشركة قدمت سيرفيسز، قدمت خدمات ب 40,000 تو كاستمرز للعملاء. طيب قال لي ريسيف 25,000، الشركة استلمت أو قبضت 25,000 كاش، and the rest on account، والباقي على الحساب. طب العملية دي بسميها قيد مركب، ليه؟ لأن في أكتر من حساب، أو في عندي أكتر من حسابين، عندي ثلاث حسابات هنا، عشان كده هنسميه قيد مركب زي ما هنشوف. طب بيقول لي إن الشركة قدمت سيرفيس، قلنا السيرفيس دي يا جماعة أول ما تلاقي كلمة بروفايد سيرفيس يعني الشركة قدمت خدمات، فدي يعتبر بالنسبة لها إيراد خدمات أو إيرادات. يبقى عندي الإيرادات ب40,000، الإيرادات دي حصل فيها إيه؟ زادت. طب الإيرادات دي لما تزيد يبقى تتحط في الطرف الدائن، لأن بيبقى رصيدها دائن. طيب الإيرادات دي أنا قدمتها لعملاء، هل العملاء دفعوا الفلوس؟ قالوا لأ، ده دفعوا جزء من ال40,000. دفعوا كام؟ دفعوا 25,000 كاش. طب الكاش ده يمثل ايه يا جماعة؟ اصل. طب الاصل ده زاد ولا نقص؟ زاد. زاد بكام؟ ب25,000. طب لما الاصول تزيد تتحط في الطرف الايه؟ هتتحط في الطرف المدين. يبقى انا عندي دلوقتي الطرف المدين هيبقى فيه 25,000 اللي هو قيمة الكاش، والطرف الدائن عندي ايراد الخدمات ب40,000. هل كده يا جماعة القيد صح؟ هل انا كده حققت القيد المزدوج؟ لا. ليه؟ لان مجموع الطرف المدين مش قد الطرف الدائن، لو جينا نجمع هنا 40 وهنا 25. طيب لسه هنكمل، اند ذا ريست اون اكونت، يعني بقيه ال 40,000 كانوا على الحساب، اللي هم بقيتهم كام يا جماعه؟ 25,000، انا لسه ما قبضتهمش. طيب ال 25,000 دول اللي هو اللي على الحساب يمثلوا لي ايه؟ كان انا قدمت خدمه على الحساب، يبقى كاني بعت حاجه على الحساب. لما انا ببيع الحساب ببيعها لمين؟ ببيعها للعملاء او المدينون، خلاص، اللي هو بنسميه الاكونتس ريسيفابل. اكونتس ريسيفابل اللي هم العملاء او المدينون، دول يعتبروا هيظهروا عندي، دول يعتبر اصل. طب الاصل ده زاد ولا نقص؟ زاد، يبقى يتحط في الطرف المدين. يبقى القيد عندي هقول كده معنى ذلك ان هلاحظ ان الطرف المدين فيه حسابين، في الكاش ب 25,000، في الاكونتس ريسيفابل 15,000، وادي الطرف الدائن 40,000. يبقى انا كده حققت قاعده القيد المزدوج، ان العمليه دي ليها طرفين، طرف مدين وطرف دائن، ومجموع الطرف المدين اللي هو 25 وال 15 متساوي مع مجموع الطرف الدائن اللي هو 40,000. طب نيجي بقى لتعريف ذا جورنال، تعريف دفتر اليومي. مهم جدا نبقى عارفين ايه هو تعريف دفتر اليومية.
بيقول لي the journal means a chronological record of individual business transaction. means a chronological record of individual business transaction. يعني دفتر يومي يعني عبارة عن سجل تاريخي. يبقى أول ما تلاقي كلمة chronological record سجل تاريخي دي على طول تعني لدي تعريف دفتر اليومي. يبقى إذن تعريف دفتر يومي عبارة عن سجل تاريخي للعمليات التي قامت بها المنشأة. يقول لي the journal is referred to as the book of original entry for each transaction. The journal shows that debit and credit effects on specific accounts. The journal has spaces for dates, accounts title, and to amount column, column of debit and credit. ده بيقول لي طبعا ان دفتر اليومية شكله بيبقى شكله عبارة عن ايه؟ عبارة عن دفتر او سجل بيبقى عبارة عن اربع خانات. الخانة بتبقى فيه خانة للديت اللي هو التاريخ، والخانة او العمود اللي بعده للاكونتس تايتل للبيان او لاسم الحساب، وعندي خانتين او عندي عمودين اللي هو الكولوم. عندي كولوم للديبت او للمبلغ المدين، وعمود او خانة للمبلغ الدائن زي ما هنشوف دلوقتي شكل دفتر اليومية. طيب قبل ما نشوف دفتر او شكل دفتر اليومية، في حاجة عندي، احنا خدنا تعريف الجورنال اللي هو دفتر يومي، في لكن في حاجة عندي اسمها جورناليزنج. الجورناليزنج يا جماعة تعني عملية التسجيل بقى في دفتر يومي. يبقى في فرق ما بين الجورنال اللي هو دفتر يومية نفسه، اما الجورناليزنج فدي عملية التسجيل في دفتر اليومي. فبيقول لي ايه هي الجورناليزنج؟ بيقول لي means recording اهو تعني تسجيل of transaction in a journal. يبقى الجورناليزنج عملية التسجيل التي تتم في دفتر اليومية، اما الجورنال فده دفتر يومية نفسه، لكن عملية الجورناليزنج دي عملية التسجيل التي تتم في دفتر اليومية. فبيقول لي means recording of transaction in a journal. companies make a separate journal entries for each transaction. a complete entry consists of time. بيقول لي طبعا ان براعي لما اجي اسجل في دفتر اليومية، اللي انا براعي بحط التاريخ وبحط الحسابات سواء كان مدينة او دينة، وبحط طبعا تعريف او شرح لقيد اليومية اللي انا حطيته في دفتر اليومي. فهنشوف دلوقتي the next figure shows the journal format. شكل دفتر اليومية بالشكل ده زي ما انتم شايفين. في عندي خانة للتاريخ، والخانة اللي بعديها لأكاونتنج تايتل أو الأكاونت تايتل، أو خانة للبيان أو لاسم الحسابات، ثم خانتين، خانة لديبت أماونت أو المبالغ المدينة، والكريدت أماونت أو المبالغ الدائنة. أدي يا جماعة شكل دفتر اليومية لما أجي أسجل العمليات اللي أنا خدتها أو الأربع أمثلة اللي أنا خدتهم. اجي ازاي اسجلهم في دفتر يومية؟ قلنا اول عملية تمت في اول اكتوبر، فبحط اهو فوق السنة، بعد كده بحط اول اكتوبر اليوم اللي حصل فيه العملية. اول عملية كانت عبارة عن ايه؟ ان علي استثمر امواله في رأس مال قدره 60,000، والمبلغ ده كان عبارة عن مبلغ نقدي. فقلنا الطرف المدين من حساب الكاش اللي هي النقدية، الطرف الداني الكابيتال هو رأس المال. ادي الكاش المبلغ بتاعه اتحط في خانة الديبت، والكابيتال المبلغ بتاعه اتحط في خانة او في عمود الكريدت. العملية التانية بيقول كان بيقول لي ان الشركة اشترت فرنيتشر فور كاش ب 15,000. طبعا الفرنيتشر الاساس زاد ب 15,000 يبقى في الديبت سايد، والكاش نقص ب 15,000 يبقى في الكريدت سايد. ادي في الجانب الدائن. العملية التالتة بيقول لي ان الشركة اشترت equipment آلات ومعدات على الحساب من شركة الفيوتشر كومباني او شركة المستقبل. فطبعا الآلات والمعدات ده اصل زاد ب 30,000 حطيته في الجانب المدين، والفيوتشر كومباني ده عبارة عن accounts payable او دائنون او موردون، فده طبعا اتحطت في الجانب الدائن.
آخر عملية إن أنا كنت قدمت خدمات بأربعين ألف أو إيرادات خدمات بأربعين ألف، قبضت أو استلمت 25 ألف كاش، والباقي على الحساب اللي هو الأكاونتس ريسيفابل 15 ألف. وطبعا هتلاحظوا إن إحنا طبقنا جميع القواعد اللي إحنا قلنا عليها، سواء التاريخ أو الطرف المدين والطرف الدائن، وتأكدت إن كل عملية مجموع الطرف المدين قد مجموع أو يتساوى مع مجموع الطرف الدائن. وآدي شكل يا جماعة دفتر اليومية اللي هو الجورنال. طيب بعد ما خدنا الجورنال والجورنالايزنج دفتر يومية وإزاي أسجل في دفتر يومية، نيجي للخطوة التانية في الدورة المحاسبية أو في خطوات العمل المحاسبي، وهي عملية البوستنج أو عملية الترحيل. البوستنج عملية الترحيل تعني ترانسفيرنج، اللي أنا بنقل أو بحول العمليات أو الحسابات اللي أنا سجلتها في دفتر يومية برحلها إلى الحسابات المختصة في دفتر الأستاذ. يعني بمسك كل حساب ظهر عندي في دفتر يومية بعمل له دفتر أستاذ خاص بيه، بحيث هذا الدفتر يشتمل على جميع العمليات اللي تخص هذا الحساب. وزي ما هناخد بعد كده شكل دفتر الأستاذ بيبقى شكل حرف على شكل حرف تي زي ما هنشوف بعد كده. فبيقول لي الخطوة التانية في الدورة المحاسبية بوست فروم ذا جورنال تو ذا ليدجر، اللي هو بنسميه تي اكونت لأن بيبقى على شكل حرف تي اللي هو دفتر الأستاذ. بيقول لي ذا ليدجر كيبس ان وان بليس all the information about changes in specific accounting balance. بيقول لي ان دفتر الاستاذ ده يا جماعة بيحتفظ بيه، هو مكان لحفظ جميع المعلومات المتعلقة بالتغيرات التي حدثت في حساب معين. يعني مثلا لو عملنا دفتر استاذ للكاش اللي هو النقدية، هنلاحظ ان دفتر الاستاذ ده يا جماعة هيشتمل على جميع المعاملات اللي أثرت على حساب النقدية، سواء مبالغ قبضتها أو زودت حساب النقدية، أو مبالغ دفعتها أو نقصت حساب النقدية. يبقى إذن كأن دفتر الأستاذ بيلخص أو بيصنف كل حساب بجميع المعاملات التي حدثت أو أثرت على هذا الحساب. بيقول لي where the ledger contains a separate accounting for each assets, liability and elements of owner's equity. طبعا زي ما قلنا ان دفتر الاستاذ اللي انا بفتح او بعمل دفتر الاستاذ لكل حساب ظهر عندي في دفتر اليومية، سواء كان اصل او خصوم او owner's equity، سواء متعلقة بكابيتال او revenues او expenses. وليز ليدجر از also called T account، زي ما قلنا بنسمي الليدجر او دفتر الاستاذ تي اكاونتنج لانه بياخد شكل حرف تي. We'll use this form of an accounting to help you determine whether the amount in place on the left or debit side or credit side the amount of the accounts. بيقول لي طبعا شكل دفتر الأستاذ يا جماعة هو على شكل حرف تي زي ما انتم شايفين، بحط في النص اسم الحساب اللي أنا أعمل له دفتر أستاذ ليه، سواء بقى كاش أو إكويبمنت فرنيتشر كابيتال أي حساب بعمل له دفتر أستاذ بحط اسم الحساب في النص. وأدي عند الجانب الشمال للديبت سايد والجانب اليمين للكريدت سايد. طيب ايه تعريف بقى البوستنج يا جماعه؟ مهم جدا اعرف تعريف البوستنج اللي هو عمليه الترحيل بقى. بيقول لي ايه البوستنج ده، تعريف البوستنج ايه؟ بيقول لي البوستنج تعني means transferring journal entries from journal to the ledger accounts. يبقى عمليه البوستنج تعني نقل journal entries اللي هو القيود اليوميه from journal to the ledger. انا بنقل، يبقى البوستنج او الترحيل تعني نقل القيود من دفتر اليومية الى الحسابات المختصة to the ledger في دفتر الاستاذ. ده بسميه قلنا البوستنج او الترحيل. طيب هناخد بقى المثال اللي احنا طبقنا عليه او الاربع
عمليات اللي احنا خدناهم قبل كده، نشوف ازاي نعمل دفتر استاذ للحسابات اللي ظهرت في دفتر اليومية. لو نفتكر دفتر اليومية اللي احنا خدناه، نبتدي نمسك كل حساب ظهر عندي وابتدي اعمل له دفتر استاذ خاص بيه. على سبيل المثال لو رجعنا للجورنال او دفتر اليومية، هنلاقي اول حساب ظهر عندي اللي هو الكاش. هبتدي اعمل دفتر استاذ للكاش على شكل حرف دي زي ما انتم شايفين، بحط في النص اسم الحساب اللي هو الكاش، وعندي الجانب الشمال اللي هو الديبت سايد او الجانب المدين، والكريدت سايد ادي الجانب الدائم. طيب اول عملية كان في دفتر يومي بيقول لي الكاش كان في الطرف المدين ب60,000 والطرف الدائم كان الكابيتال 60,000. طيب ازاي بقى يا جماعة ارحل هذا القيد من دفتر يومية إلى دفتر أستاذ؟ طيب نمشي واحدة واحدة. أنا فاتح دفتر أستاذ ليه يا جماعة؟ للكاش. طيب نشوف قيد اليومية. قيد اليومية كان بيقول لي من حساب الكاش، يبقى الكاش يا جماعة اللي أنا فاتح له دفتر أستاذ ده ظهر في أنهي طرف أو في أنهي جانب؟ الجانب المدين. يبقى هاجي في الديبت سايد عنده في دفتر أستاذ، خلاص أبتدي أحط المبلغ بتاع الكاش اللي هو 60,000. أدي 60,000. طب ايه اللي بيتحط بقى في خانة البيان هنا؟ بحط الطرف العكسي من القيد اللي هو الكابيتال. مش الكابيتال ده يا جماعة ظهر في الطرف الدائن، فانا بحط الطرف العكسي للحساب اللي انا فاتحه. انا فاتح حساب للكاش، الكاش ظهر في انهي طرف؟ في الطرف المدين. فهاجي في الديبت سايد بتاعه احط المبلغ اللي قدام الكاش اللي هو 60,000. طيب الكاش ايه الطرف الدائن بتاع القيد؟ كان الكابيتال، فبحط الطرف الدائن او الطرف العكسي. طيب نشوف العمليه اللي بعدها. العمليه اللي بعدها يا جماعه لاحظ ان الكاش ظهرت في القيد اللي بعده في الطرف الدائن، والمبلغ اللي قصادها كام؟ 15,000. يبقى اروح في الكريدت سايد في الجانب الدائن من دفتر الاستاذ بتاع الكاش، واحط المبلغ اللي ظهر في القيد اللي هو ال 15,000. طب ايه اللي هيتحط في خانه البيان؟ هيتحط الطرف العكسي. الكاش كان ظاهر في الطرف الدين، الحساب العكسي اللي في الطرف المدين اللي هو الفرنتشر، فهحط الفرنتشر اهو في خانة البيان. القيد اللي بعده هلاحظ ان القيد اللي بعده مفهوش كاش. اخر قيد خالص اهو القيد الرابع كان فيه كاش في الطرف المدين. طيب يبقى طالما الكاش ظهر في الطرف المدين، طب الكاش ظهر في الطرف المدين بأني مبلغ؟ ظهر ب 25,000. يبقى هاجي في الجانب الديبت او في الجانب المدين في دفتر استاذ بتاع الكاش، احط المبلغ اللي ظاهر قصاد الكاش اللي هو ال 25,000. ايه اللي هيتحط بقى في خانه البيان؟ هيتحط الحساب العكسي. كان ايه الحساب العكسي في القيد؟ اللي هو الطرف الدائن اللي هو السيرفيس ريفينيو اللي هو الايراد الخدمات اهو 25,000. طيب كده انا اعتبر انا رحلت جميع العمليات اللي اثرت في حساب الكاش، رحلتها كلها الى دفتر الاستاذ. يبقى تلاحظوا ان انا جمعت جميع التغيرات التي حدثت على حساب الكاش، جمعتها كلها في دفتر او في مكان واحد اللي هو دفتر الاستاذ الخاص بحساب النقدي. طب ايه الخطوه اللي بعد كده بقى يا جماعه؟ ابتدي ارصد الحساب. يبقى مهم جدا يا جماعه ان انا اطلع البالانس بتاع الحساب ده. ليه البالانس بطلعه؟ عشان اقدر اعمل منه زي ما هنشوف بعد كده الترايل بالانس اللي هو ميزان المراجعة. يبقى لازم كل دفتر أستاذ أو كل حساب أعمله دفتر أستاذ لازم أطلع له البالانس بتاعه الرصيد. هطلع البالانس إزاي؟ أول خطوة هبتدي أجمع المبالغ اللي موجودة في كل طرف من طرفين الحساب ده. نمسك الطرف المدين. كان عندي في الطرف المدين في حساب الكاش كان فيه 60,000 وكان فيه 25,000، مجموعهم كام يا جماعة؟ مجموعهم 85,000. طب الطرف الدائن كان مجموعه كام؟ 15,000. يبقى انا جمعت الطرف المدين وجمعت الطرف الدائن، لقيت مجموع الطرف المدين 85 والطرف الدائن كان 15. مين الاكبر؟ ال 85. يبقى الاكبر هيتحط في الناحيتين، يبقى نحط ال 85,000 في الجانب المدين ونحط 85,000 برضو في الجانب الدائن. طيب مجموع الطرف المدين 25 وفعلا انا حطيته 25. طب الطرف الدائن كان كام مجموعه؟ كان 15 وانا حطيته ايه؟ 85. يبقى البالانس الفرق
ما بين الطرف الايه الدائن والرصيد فرق ما بين 85 و15، البالانس هيطلع كام؟ 70,000. هتلاحظوا دايما يا جماعه ان البالانس اللي بنسميه الرصيد المرحل بيظهر في عكس طبيعه الحساب، لان معروف ان الكاش ده اصل فرصيده دايما ايه ديبت، رصيده مدين، لكن البالانس او الترايل اللي هو البالانس المرحل او الرصيد المرحل ظهر في انهي طرف؟ الدائن. يبقى لازم عشان اوديه طبيعته او رصيده الاساسي هعمل سهم كده اودي البالانس ده 70,000 الى الطرف المدين، يبقى كده ظهر عندي الديبت بالانس اهو. يبقى اذا ادي الايه النورمال بالانس بتاع الكاش اللي هو 70,000. طب نفس الكلام نيجي نطبقه على حساب الكابيتال. همسك قيد اليومية واشوف الكابيتال اللي هو رأس المال ظهر عندي في كام قيد. هو ظهر في قيد واحد بس اللي هو اول قيد. طيب كابيتال كان ظهر في اول قيد يا جماعة في انهي طرف؟ في الطرف الدائن. طب المبلغ اللي قصاده كام؟ 60,000. يبقى هعمل دفتر استاذ اهو على شكل حرف تي للكابيتال. قلنا الكابيتال ظهر في الطرف الدائن وكان المبلغ اللي قدامه 60,000، يبقى هاجي في الطرف الدائن اللي هو الكريدت سايد واحط 60,000. ايه اللي هيتحط في خانة البيان؟ هيتحط الحساب العكسي اللي هو الطرف المدين، وكان الطرف المدين هنا الكاش فحطيت الكاش. هل القيود الأربعة يا جماعة فيها الكابيتال ظهر تاني؟ لأ، يبقى كده مفيش حاجة أثرت على الكابيتال إلا القيد ده بس. هاجي أرصد بقى الحساب. قلنا الترصيد بيتم إزاي؟ بجمع الطرفين، مجموع الطرف الدائن كان 60,000 والطرف المدين المفروض ما كانش فيه حاجة خالص، يبقى 60,000 أكبر حطيناها في الناحيتين. طب مجموع الطرف الدائن 60 وادي أنا حطيت فعلا 60، الطرف المدين كان صفر وأنا حطيت رصيده تحت كام؟ 60، يبقى الفرق هيطلع 60، ده البالانس اللي هو الرصيد المرحل. طبعا لأن قلنا الرصيد المرحل ده بيظهر في عكس طبيعة الحساب، فلازم بسهم كده أوديه طبيعته اللي هو الكريدت بالانس اللي هو الطرف الدائن. حساب الفرنتشر نفس الكلام، هلاقي ان الفرنتشر ظهرت عندي في القيد التاني. الفرنتشر كانت ظاهرة في القيد التاني، كانت ظاهرة في الطرف المدين ب15,000، يبقى هاجي في دفتر الأستاذ في جانب الديبت أحط 15,000 وأحط الحساب العكسي اللي هو كان الكاش. هل في حاجات تانية أثرت في الفرنتشر؟ لأ. طب أجي أرصد هجمع الناحيتين، طبعا الطرف المدين الدائن ما كانش فيه حاجة، يبقى المجموع 15,000 احط في الناحيتين. طبعا الطرف الكريدت او الدائن كان صفر، فطبعا انا هجمع او هطرح الصفر من 15، يبقى البالانس او الرصيد المرحل هذا 15 اوديه طبيعته النورمال بالانس بتاعه او طبيعته المدينه، لان الفرنتشر ده اصل فلازم يبقى رصيده مدين، يبقى اوديته الى طبيعته المدين. نفس الكلام هيتطبق على الايكويبمنت اللي هي الالات والمعدات. خلاص الآلات والمعدات ظهرت في القيد الثالث. في الآلات والمعدات أو الإكويبمنت ظهرت في الطرف المدين أو في الجانب المدين من القيد بمبلغ 30,000، يبقى هاجي في دفتر الأستاذ في الجانب المدين أحط 30,000 وأحط الحساب العكسي اللي هو كان الأكونتس بيبل أو في الفيوتشر كومباني 30,000. طبعا أنا حطيت المبلغ، طبعا مفيش عملية تانية أثرت، فابتدي أرصد الحساب. 30,000 أكبر لأن الطرف الدائن صفر ما كانش فيه حاجة، يبقى مجموع الطرفين يبقى أنا أحط 30,000 في الطرفين، والرصيد البالانس 30,000 ده رصيد مرحل أو دي طبيعته المدينة، لأن الإكويبمنت برضه أصل فلازم يبقى رصيده مدين، فوديته بسهم إلى الديبت سايد أو جانب المدين اللي هو طبيعة الحساب. هفتح حساب للأكونتس بيبل أو في الفيوتشر كومباني. خلاص ان احنا قلنا دفتر استاذ لازم افتح لكل حساب ظهر عندي في القيد، لازم افتح له دفتر استاذ خاص بيه. يبقى اي حساب ظهر عندي في القيد اليومية لازم افتح له دفتر استاذ خاص بيه واشوف ايه العمليات اللي اثرت عليه. الفيوتشر كومباني اللي هو الاكونتس بيبل دي ظهرت مرة واحدة وكانت ظاهرة في الطرف الدائن ب 30,000، يبقى هاجي في الطرف الدائن احط 30,000. ومين اللي هيتحط في خانة البيان؟ الاكويبمنت اللي هو الطرف العكسي اللي هو المدين. طبعا ما فيش عمليات تانية أثرت، فبجمع طرف المدين المفروض ما فيهوش حاجة كان صفر، فبجمع الطرفين أدي 30 و30. الفرق طبعا الرصيد المرحل بيظهر في الطرف الأصغر اللي هو 30,000، أوديه بسهم لطبيعته كريدت بالانس، إن الأكونتس بيبل دي يا جماعة تعتبر ليابيلتيز خصوم فرصيدها دائن، يبقى لازم أوديها النورمال بالانس بتاع الدائن ب 30,000. أكونتس ريسيفابل
اللي هو المدينون أو العملاء برضو كان ظاهرين عندي في الطرف المدين ب15,000، يبقى هاجي في الديبت سايد في الجانب المدين أحط 15,000، وأحط في خانة البيان الطرف العكسي اللي هو الطرف الداين اللي هو كان السيرفيس ريفينيو كان 15,000، هو المبلغ اللي كان قدام الأكونتس ريسيفابل. الطرف المدين طبعا الدائن ما كانش فيه مبالغ، فجمعت الطرفين 15,000 وحطيت الرصيد المرحل 15,000. وقلنا طبعا الاكونتس بيبل، اسف الاكونتس ريسيفابل دي تعتبر اصل اللي هو العملاء او المدينون، فرصيدها النورمال بالانس بتاعها مدين، فوديت السهم نزلت من الرصيد المرحل الى الرصيد المنقول في الجانب المدين. اخر حساب عندي اللي هو السيرفيس ريفينيو او ايراد الخدمات. ايراد الخدمات يا جماعه فتحت لها دفتر استاذ خاص بيها، هنلاحظ انها ظاهره في دفتر اليوميه في القيد اليوميه، ظاهره في الجانب الدائن والمبلغ اللي قصاده 40,000. يبقى هاجي في الجانب الدائن واحط المبلغ اللي قصاده كام 40,000. طبعا ال 40,000 دي كانت عباره عن 25,000 كاش و 15 اكونتس ريسيفابل، ادي ال 40,000 اهو. طبعا الطرف المدين كان صفر ما فيهوش حاجه، فال 40,000 حطيتها في الناحيتين، والبالانس الرصيد المرحل ظهر في عكس طبيعته اللي هو الطرف المدين، لان الايرادات رصيدها دائن فلازم اوديها النورمال بالانس بتاعها اللي هو طبيعه الرصيد بتاع الدائن، فوديتها بسهم الى الكريدت بالانس اللي هو الطرف. بداية يا جماعه كان الخطوة الثانية في الخطوات العمل المحاسبي اللي هو ترحيل من دفتر يومية إلى دفتر أستاذ. فأنا خدت إزاي سجلت في دفتر يومية ثم رحلت إلى دفتر الأستاذ. الخطوة الثالثة بقى يا جماعة اللي أنا من هتلاحظوا اللي أنا الدفاتر الأستاذ، لأن كل حساب عملت له دفتر أستاذ كل حساب طلع له رصيد. طلع له ايه يا جماعه؟ رصيد اللي هو النورمال بالانس بتاعه اللي هو الرصيد المنقول او طبيعه الحساب نفسه. الرصيد ده انا بعمل منه ايه يا جماعه؟ ترايل بالانس او ميزان المراجعه. فبيقول لي ايه تعريف ميزان المراجعه؟ بيقول لي بريبير اترايل بالانس، اعداد ميزان المراجعه. بيقول لي اترايل بالانس از ا ليست، هو قائمه، اند ا توتال اوف اول ذا ديبت اند كريدت اكونتس. بيقول لي عباره عن قائمه باجمالي الأرصدة المدينة والأرصدة الدينة للحسابات اللي أنا عملت لها دفتر أستاذ for any entry for a given period. The format of a trial balance is to. طب بيقول لي بقى شكل الدفتر أو شكل ميزان المراجعة إيه يا جماعة؟ بيقول لي عبارة عن عندي يعتبر two column schedule with all the debit balance and كريدت بالانس. يبقى عندي خانتين للأرصدة المدينة والأرصدة الداينة، والخانة التالتة هتكون لاسم الحساب. يبقى إذا المفروض الترايل بالانس عندي قايمة فيها ثلاث خانات أو فيها ثلاث أعمدة، عمود لاسم الحساب وعمود للأرصدة المدينة والأرصدة الداينة. ادي شكل يا جماعه ميزان المراجعه. ادي عندي العمود الاول اللي هو اسم الحساب، بحط هنا اسماء الحسابات اللي انا كنت فتح لها دفتر استاذ عشان احط الرصيد بتاعها، وعلى حسب كل حساب اشوف طبيعته اذا كان مدينه او دينه، وبحط المبلغ حسب رصيد الحساب. بيقول لي لاحظ حاجة، بيقول لي the trial balance proves the mathematical equality of debits and credit after posting. بيقول لي ان يعتبر ميزان المراجعة بيعبر لي عن التساوي الحسابي للأرصدة المدينة والأرصدة الدينة بعد عملية البوستنج او عملية الترحيل. بيقول لي في خلي بالك من ملحوظة، بيقول لي but a trial balance doesn't graduate guarant freedom from according errors. بيقول لي ان ميزان المراجعة doesn't guarantee from freedom from account recording error. بيقول لي ليس معنى ان ميزان المراجعة توازن ان بيضمن لك ان مفيش اخطاء، لا، بيقول لي ان ممكن يحصل اخطاء
بالرغم من ذلك ميزان المراجعة ممكن يتوازن. زي إيه؟ مديني أمثلة. والأول حاجة ممكن تحصل وبيكون خطأ عندي حصل، وبالرغم من كده أو بالرغم من هذا الخطأ ميزان المراجعة توازن. أول حاجة يا جماعة، transaction is not journalized، إن في عملية حدثت والعملية دي ما سجلتهاش في دفتر اليومية خالص. ميزان المراجعة يتوازن ولا مش هيتوازن؟ هيتوازن بالرغم إن في عملية ما اتسجلتش. طيب الحاجة التانية، a correct journal entry is not posted، إن في عملية اتسجلت بس ما ترحلتش لدفتر الأستاذ. برضو ميزان المراجعة يتوازن بالرغم إن في عملية حصلت وهي ما راحتش أو ما ترحلتش لدفتر الأستاذ. تلاتة، a journal entry is posted twice، إن في عملية أنا سجلتها مرتين. يبقى في عملية معينة عملت لها قيد اليومية كررته مرتين، ميزان المراجعة يتوازن ولا هيتوازن بالرغم إن في عملية حدثت خطأ وهي إن أنا سجلت العملية مرتين. أربعة، incorrect accounts are used in journalizing or posting، اللي هو في خطأ أو في أخطاء حصلت في الحسابات في المتعلقة بالترحيل أو التسجيل. offsetting error يعني بنسميها الأخطاء المتكافئة. يبقى offsetting error are made in recording the amounts of transaction if equal debits and credit are posted even to the wrong accounting or in the wrong amount that the total debits will equal the total credit. يقول لي ان الاوف سيتنج ايرور دي يا جماعه الاخطاء المتكافئه دي معناها ايه؟ معناها ان ممكن انا عمليه مثلا انا تعاملت مع مورد او عميل اسمه محمد، بس ما بدل ما سجلت وكتبت محمد كتبت اسم عميل تاني محمود. ميزان المراجعة يتوازن ولا هيتوازن بالرغم ان في حد خطأ حدث ان انا كتبت اسم الحساب غلط او اسم العميل غلط. برضو من الأخطاء المتكافئة إن أنا المبلغ يتسجل بطريقة متكافئة، يعني في عملية حدثت مثلا بمبلغ 5400 جنيه، اتسجلت مثلا ب 4500 جنيه، يبقى برضو ميزان المراجعة يتوازن بالرغم إن في خطأ حصل حدث في قيمة المبلغ. برضو من الأخطاء المتكافئة اللي أنا مثلا لو أنا اشتريت أصل، المفروض يا جماعة إحنا خدنا لما اشتري أصل بسميه باسمه، لو اشتريت اصل ثابت بسميه باسمه. يعني لو مثلا لو اشتريت الات هقول من حساب الالات، اشتريت اساس هقول من حساب الاساس. يبقى اي اصل ثابت بتشتريه بسميه باسمه. طيب ممكن يحصل خطأ ان انا اشتري اصل وبدل ما اقول مثلا من حساب الاساس قلت من حساب المشتريات. يبقى كلمة مشتريات يا جماعة لا تطلق الا في حالة شراء بضاعة فقط. يبقى لو قال لي تم شراء بضاعة ما اقولش من حساب البضاعة، لا اقول من حساب المشتريات. يبقى خلي بالكم من الملحوظة دي، ان انا لما اجي اشتري اصل ثابت بسميه باسمه. اشتريت الات هقول من حساب الالات، اشتريت سيارات هقول من حساب السيارات، اشتريت اساس هقول من حساب الاساس. ولكن لو قال لي تم شراء بضاعة ما اقولش من حساب البضاعة، لا البضاعة الوحيدة ان انا ما اقولش بقولش باسمها، بقول من حساب المشتريات. من حساب الايه؟ المشتريات. طب ممكن يحصل خطأ ان انا اقول اشتريت اساس وبدل ما اقول من حساب الاساس قلت من حساب المشتريات، فده خطأ برضو مفروض بحدث وبالرغم من كده المراجعة توازن. طيب لو جينا نعمل بقى ميزان مراجعة للمثال اللي احنا خدناه قبل كده، هنلاحظ ان انا عملت ميزان مراجعة اهو، جينا في خانة الاكونت اسم الحساب، حطيت اول حساب كنت عامله دفتر استاذ اللي هو الكاش. لو بنلاحظ ان الكاش يا جماعه لما عملت له دفتر استاذ قلنا كان طلع الرصيد النورمال بالانس بتاعه كان 70,000، وكان رصيده داين ولا مدين؟ مدين، لانه اصل فرصيده دايما مدين 70,000. كابيتال راس المال ده رصيده دائن لانه حقوق ملكيه رصيدها دائن، كان رصيدها 60,000. فرنتشر اصل رصيده مدين، كان رصيده طلع بكام؟ 15,000. الكلام ده كله انا واخده من النورمال بالانس بتاع دفتر استاذ، كل حساب من الحسابات دي بشوف رصيدها كام وطبيعته مدين او دائن. الاكويبمنت الالات والمعدات طبعا اصل فرصيده دايما لازم مدين، كان رصيده مدين ب 30,000.
الفيوتشر كومبانيك اللي هو الدائنون او المريدون اللي هو الاكونتس بيبل، دي خصوم فاذا رصيدها دائن ب 30,000. الاكونتس ريسيفابل العملاء المدينون دول اصل فرصيدهم كان مدين وكان طلع ب 15,000. الريفينيوز او السيرفيس ريفينيو الايرادات، طبعا اي ايراد رصيده دائن فرصيده دائن ب 40,000. هتلاحظوا لو جمعت الديبت سايد او الجانب المدين طلع 130,000، لازم يتساوي مع الكريدت سايد اللي هو الجانب الدائن 130,000. يبقى انا كده سجلت صح ورحلت صح، عشان كده ميزان المراجعه توازن معايا. في مثال بقى شامل يا جماعه، مديني مثال شامل هيطلب مني ان انا اسجل، اعمل جورنال، اسجل عمليات في دفتر يوميه وارحل لدفتر استاذ واعمل بريبير ترايل بالانس. فادي مثال عندي بيقول لي اون جولاي محمد اوبن كوميرشال فيرم، محمد فتح منشاه تجاريه. The following transaction were completed during the month. ومديني العمليات التي حدثت خلال الشهر. أول عملية بيقول لي he invested 500,000، هو استثمر 500,000 جنيه consists of land. 500,000 كانوا عبارة عن إيه؟ أقدمهم في شكل إيه؟ في شكل land، أراضي ب 150,000 و equipment ب 100,000 و building مباني ب 120,000 and the rest on cash، والباقي دفعه نقدا. يبقى انا عندي محمد ده استثمر او فتح مشروع راس ماله 500,000. قدم 500,000 ازاي؟ قدم جزء اراضي ب 150,000 وجزء الات ومعدات 100,000 وجزء مباني ب 120,000 وبقيه ال 500,000 قدمهم في صوره نقديه او في صوره كاش. طيب نيجي للعمليه الثانيه. طبعا الكلام ده لازم طبعا اعمل له قيود يوميه. العملية التانية بيقول لي في 3 جولاي he bought goods، يعني اشترى ايه يا جماعة؟ بضاعة. اشترى ايه؟ بضاعة for اشتراها ب 50,000 from golden company on account. اشترى بضاعة ب 50,000 من شركة، من الشركة الذهبية on accounting on account على الحساب. يبقى اشترى goods 50,000 ب 50,000 من شركة اسمها جولدن أو الشركة الذهبية on account على الحساب. العملية الثالثة في 5 جولاي أو 5 يوليو هو اشترى he bought car، اشترى سيارة for 100,000 ب 100,000 from international company من الشركة العالمية. paid دفع 30,000 cash and the rest on account، والباقي على الحساب. العملية الرابعة on July 8 في 8 جولاي he sold باع بضاعة for 20,000 to United Company on account، باع بضاعة ب 20,000 إلى الشركة المتحدة على الحساب. on July 13 في 13 جولاي paid دفع 6,000 cash for July wages خاص بأجور أو أجور شهر يوليو. 6 on July 20 في 20 جولاي paid 10,000 due to Golden Company. طب لاحظوا يا جماعة هو دفع 10,000 للشركة الذهبية. طب إيه التعامل اللي كان حصل؟ هتلاحظوا في العملية رقم 2 كان بيقول إن هو اشترى بضاعة من الشركة الذهبية على الحساب. يبقى هو كان اشترى بضاعة ب 50,000 من الشركة الذهبية على الحساب. في العملية 6 الكلام ده كان في 3 يونيو، جه في 20 يونيو دفع من 50,000 اللي عليه، دفع للشركة كام؟ 10,000. العملية 7 بيقول لي on July 25 في 25 يوليو received 15,000 cash from United Company، استلم 15,000 نقدا من الشركة المتحدة. طب ايه التعامل اللي كان حصل مع الشركة المتحدة؟ هنلاحظ اللي هو في 8 العملية الرابعة في 8 جولاي في جولاي هو باع لها بضاعة ب 20,000 على الحساب. طب جت الشركة في 25 دفعت 15,000 من ال 20 اللي كانوا عليها. يبقى الشركة اللي هي يونيتد كومباني دي كنت أنا كشركة كنت أنا
شركة محمد كان بايع لها بضاعة ب20,000 على الحساب، جت في يوم 25 الشركة، شركة محمد استلمت من الشركة المتحدة 15,000 من الفلوس اللي كانت عليها. في 27 يوليو محمد وزدرونز سحب 5,000 in cash from the firm for this personal use، سحب 5,000 من الشركة لاستخدامه الشخصي. طبعا قلنا أي فلوس بتسحب لاستخدام الشخصي تمثل مسحوبات. أدي عندي 8 عمليات المفروض إن أنا أحللها وأحدد الطرف المدين والطرف الدائن وأبتدي أسجلها في دفتر اليومي. نمسك أول عملية، بقول لي أول عملية هي invested 500,000 consists of land 150، equipment 100,000، building 120,000 and the rest on cash. يبقى شركة محمد أو محمد فتح مشروع تجاري كان رأس ماله 500,000. أول ما تلاقي كلمة invested يبقى على طول دي معناه إن هو رأس المال 500,000. يبقى هي invested 500,000 معناه إن هو استثمر، بمعنى إن رأس مال الشركة بتاعته 500,000. طيب يبقى أنا كده حددت رأس المال هو الكابيتال ب 500,000، ده طبعا رأس المال زاد، ورأس المال طبعا حقوق ملكية لما تزيد تبقى في الطرف الدائن. يبقى أنا حددت الطرف الدائن بكام يا جماعة؟ 500,000 اللي هو رأس المال. طب نيجي للطرف المدين، رأس المال ده اتقدم في صورة إيه؟ أول حاجة اتقدم في صورة أصل اللي هو اللاند أراضي، ثم إكويبمنت أصل آخر، إكويبمنت اللي هو الآلات والمعدات، ثم أصل آخر بيلدينج المباني ب 120,000، والباقي اصل رابع اللي هو الكاش اللي هو الفرق هيبقى 130,000. يبقى اذا يا جماعه الطرف الدائن حددناه راس المال، الطرف المدين هو عباره عن الاصول التي قدمت في شكل اراضي والات ومعدات وبيلدينج وكاش. يبقى الكود بتاعي المفروض اقول مين مسؤولين. لو عندي الطرف المدين اول حاجه اللاند ب 150,000، اكويبمنت 100,000، بيلدينج 120,000، والباقي اللي هو 130,000 ده هيكون كاش. هنشوف القيد اليومية اهو، طبعا طالب مني اهو journalize the transaction in journal اللي انا اسجل عمليات دي في دفتر يومية، post the interest to ledger اللي ارحلها لدفتر الاستاذ، prepare trial balance اعمل زي المراجعة. مهم جدا يا جماعة المثال ده نبقى عارفين نعمله ازاي. ادي اول عملية اهو، لاحظوا اهو الطرف المدين في اللاند 150,000، الطرف المدين equipment 100,000، building 120، والباقي اللي هو الكاش 130,000، مجموعهم 500,000، وادي الكابيتال داينة ب 500,000. العملية التانية بيقول لي he bought، he bought اشترى جوز، ممكن نقول bought purchase او bought he bought، طبعا لانه في الماضي فبنقول bought he بوت اشترى بضاعة ب50,000 from golden company on account، اشترى بضاعة من الشركة الذهبية على الحساب. انا اشتريت بضاعة يا جماعة، هل هقول من حساب البضاعة؟ لا، انا امتى اقول من حساب الحاجة نفسها باسمها؟ لو كان اصل ثابت، يبقى اي اصل ثابت بسميه باسمه. يعني لو كنت اشتريت الات هقول من حساب الاكويبمنت الالات، لو كنت اشتريت فرنتشر اساس بقول من حساب الفرنتشر. لكن يا جماعة البضاعة البند الوحيد اللي انا بقوله من حساب المشتريات. يبقى اذا طالما انا اشتريت بضاعه ما اقولش من حساب البضاعه، اقول من حساب ايه؟ البرشيزز المشتريات ب50,000، انا اشتريتها على الحساب من الشركه الذهبيه لو الاكونتس بيبل 50,000. العمليه اللي بعد كده رقم 3 بيقول لي هي بوت برضو اشترى كار ب 100,000 فروم انترناشونال كومباني. طيب هو اشترى كار سيارة ب 100,000. طيب السيارة يا جماعة اهو أصل ثابت، هل أقول برشيزز؟ لا، ما أقولش من حساب المشتريات، لأن الكارز أصل ثابت فبسميه باسمه. خلاص لاحظتوا يا جماعة الفرق؟ مهم جدا ناخد بالنا من الملحوظة دي. يبقى إذا أنا اشتريت كارز ده أصل ثابت فسميته باسمه، ما أقدرش أقول عليه برشيز. برشيز فقط لو اشتريت جودز اللي هو البضاعة، لكن أي أصل ثابت بسميه باسمه. فالكارز ده أصل ثابت fixed asset فبسميه باسمه cars 100,000. طيب البضاعة أنا اشتريت، آسف، بضاعة اشتريت سيارة ب 100,000 أهو، من حساب السيارات 100,000.
طب دفعت القيمة ازاي؟ قال لي he paid 30,000 cash and the rest on account. دفع 30,000 والباقي على الحساب. يبقى اذا الجزء اللي هدفعه فده يعتبر الكاش ده اصل هينقص، يبقى اتحط في الطرف الداين 30,000 و70,000 الباقي على الحساب اللي هو الايه الاكونتس بيبل اللي هو الشركة العالمية. العملية رقم 8، العملية رقم 4، في 8 جولاي he sold goods، باع بضاعة for 20,000 ب 20,000 to United Company on account، باع بضاعة للشركة المتحدة على الحساب. طب أنا بعت بضاعة، طالما بعت بضاعة يا جماعة يبقى البضاعة برضو ما أقدرش أقول إيه إلى حساب البضاعة، لا هقول إلى حساب المبيعات. يبقى البضاعة البند الوحيد لما أشتريها بقول بيرشيز مشتريات، ولما أبيعها أقول إيه سيلز مبيعات. أما الأصول الثابتة لما اشتريها اقول من حساب الاصل بسميه باسمه، ولما ابيعه احط في الطرف الداين برضه واسميه باسمه. لكن البضاعه لما اشتريها بخليها في الطرف المدين بمعنى مشتريات برشيزز، ولما ابيعها بحطها في الطرف الداين تحت مسمى مبيعات اللي هي السيلز. فانا بعت بضاعه بقول الطرف الداين سيلز ب 20,000، هل خدت الفلوس؟ لا، انا بعتها على الحساب الى الشركه المتحده، فالشركه المتحده تعتبر بالنسبه لي ايه؟ عملاء او مدينون اللي هو الاكونتس ريسيفابل، يبقى في الطرف المدين اصل زاد اللي هو العملاء او المدينون 20,000 في الطرف المدين، والمبيعات طبعا دايما داينه ب 20,000. دي قاعده خدها ثابته، المشتريات دايما بتبقى مدينه بيرشيز، والمبيعات دايما بتبقى داينه في الطرف الدائن. العمليه الخامسه بيقول لي في 13 يوليو paid 6,000 cash for July wages، دفع 6,000 جنيه نقدا لأجور أو مرتبات شهر يوليو. طبعا برضو خدها قاعدة عامة، أي مصروف هيظهر على طول في الطرف المدين، مفيش مصروفات بتظهر في الطرف الإيه الداني. أي مصروف لو جاب لك في القيد اليومية أو في العمليات أي مصروفات وانت مغمض كده تتحط في الطرف المدين اي مصروف. يبقى اذا عندي الويدجز ده مصروف هيتحط في الطرف المدين، ويدجز اكسبنسز هيطلع ب 6,000 في الديبت اهو في الجانب المدين، وانا دفعت المبلغ كاش يبقى الكاش ده نقدا، النقديه نقصت لانها اصل اتحط في الطرف الدائن. يبقى القاعده زي ما قلنا البرشيزز دايما المشتريات مدينه، السيلز دايما المبيعات داينه، المصروفات دايما مدينة، الإيرادات دايما داينة. دي قواعد ثابتة لازم تاخد بالك منها، هتساعدك كتير في تحديد قيود اليومية. العملية اللي بعد كده العملية رقم 6، في 20 يوليو paid 10,000 due to golden company، هيدفع الشركة هتدفع 10,000 من المستحق عليها للشركة الذهبية. نرجع للشركة الذهبية اللي هي كانت في 3 يوليو، كنت أنا اشتريت منها بضاعة ب50,000 على الحساب، فجيت في 20 يونيو هدفع لها من الفلوس اللي عليا او من 50 اللي عليا هدفع لها كام يا جماعة؟ 10,000. طب الجولدن كومباني اللي انا كنت شاري منها على الحساب خلاص كانت ظاهرة في الطرف الداني لانها خصوم زادت. طب لما اجي ادفع لها الخصومة هيحصل فيها ايه؟ هتقل. فالخصوم لما تقل هتظهر في الطرف المدين. يبقى اذا القاعدة اللي احنا خدناها، يبقى الاكونتس بيبل قلت ب 10,000 يبقى تظهر في الطرف المدين، وطبعا انا دفعت في مبلغ كاش والكاش ده اصل هينقص يبقى في الطرف الدائن ب 10,000. العمليه اللي بعد كده تاريخ 25 يوليو، العمليه رقم 7، بيقول لي ريسيف 15,000 كاش فروم يونايتد كومباني، استلمت الشركه 15,000 نقدا من الشركه المتحده. طب نرجع للشركة المتحدة اللي أنا كنت متعامل معاها يوم 8 يوليو، كان إيه التعامل؟ أنا كنت بايع لها بضاعة ب20,000 على الحساب، فكان بالنسبة لي اليونت كومباني دي أكونتس ريسيفبل، عملاء أو مدينون كانوا ظاهرين في الطرف المدين، مستحق عليهم ليا 20,000. طب جم سددوا من اللي عليهم 15,000، يبقى إذا العملاء هينقصوا، يبقى ده أصل نقص، والأصل لما ينقص يبقى في الطرف الدائن. يبقى ينقصوا بكام؟ 15,000، يبقى اتحط في الطرف الداين يونت الكومباني 15,000 بالمبلغ اللي هم سددوه. يبقى اذا الالتزام اللي عليهم نقص،
أو المبلغ اللي عليهم نقص أو الأصل ده نقص ب 15,000. المبلغ ده اتدفع لي وأنا قبضته كاش، يبقى الكاش أصل زاد ب 15,000 يتحط في الطرف المدين. آخر عملية اللي هي الويزدرولز، هي المسحوبات. طبعا المسحوبات دايما مدينة، برضو دي من القواعد الأساسية. لو صاحب المنشأة سحب أي مبلغ لاستخدامه الشخصي، على طول الويزدرولز دي تظهر في الطرف المدين دايما مدينة. فعندي الويزدرولز أهو في الطرف المدين ب 15، والمبلغ اللي اتسحب كاش يبقى النقدية نقصت، والأصل طبعا لما ينقص هيتحط في الطرف الداين 15,000. أدي يا جماعة دفتر اليومية للعمليات اللي احنا خدناها. طبعا بعد كده لازم افتح لكل حساب عملته دفتر استاذ خاص بيه عشان احدد النورمال بالانس بتاعه، الرصيد بتاعه، عشان انا هاخد الرصيد ده اعمل بيه ميزان مراجعة. فطبعا عندكم اهو الليدجر اكونتس بتاع كل حساب. فانا همسك كل، هبتدي من اول دفتر يومية خالص، امسك كل حساب. اول حساب يقابلني كان اللاند، ففتحت له دفتر استاذ. بعديها الاكويبمنت، ده فتحت له دفتر استاذ. ثم البيلدنج، ثم الكاش. هبتدي امشي على كل حساب واشوف ايه التغيرات اللي حدثت عليه زي ما خدنا في المثال اللي فات. وطبعا هطلع ان البالانس بتاعه النورمال بالانس حسب الحساب هيطلع رصيده داين او مدين، طبعا تمهيدا اللي انا من ميزان المراجعه في الاخر. طبعا مفيش داعي احنا نكرر تاني، الاستاذ خدناه قبل كده بالتفصيل. بعد كده اعمل بريبير تراين بالانس. طبعا همسك كل حساب او دفتر استاذ انا عملته وابتدي اشوف الرصيد بتاعه اذا كان طلع دين ولا مدين. طبعا هتلاحظوا اللاند اصل فرصيده كان مدين، واشوف رصيده طلع كام 150. اكويبمنت اصل برضه رصيده مدين. بيلدينج اصل رصيده مدين لانه اصل برضه. الكاش اصل رصيده مدين. كابيتال حقوق ملكية رصيدها دائن. البرشيز المشتريات دايما رصيدها مدين. الجولدن كومباني كان اكونتس بيبل دول دائنون كان رصيدهم دائن. الكارز اصل رصيده مدين. انترناشونال كومباني كان اكونتس بيبل برضه رصيدها دائن. عندي اليونيتد كومباني اكونتس ريسيفبل ده اصل رصيده مدين. السيلز المبيعات دايما رصيدها دائن. عندي الويدجز ده اي مصروف رصيده مدين. والدرولز برضو المسحوبات دايما رصيدها مدين. طبعا على حسب المبلغ اللي طلع في دفتر الاستاذ بحط الارصدة. طبعا لازم لو جمعت مجموع المبالغ الديبت سايد هتطلع 630,000، لازم تتساوي مع الكريدت سايد 630,000. كده ميزان المراجعة طالما توازن يبقى انا كنت مسجل صح في دفتر يومية، كنت مرحل صح لدفاتر الأستاذ، وكنت جامع صح، وطلعت الأرصدة صح. بكده يعتبر انتهينا من الفصل الرابع، وهو الـ Accounting Cycle أو الدورة المحاسبية أو خطوات العمل المحاسبي. خدنا فيها إزاي أحلل العملية المالية وأحدد من الطرف المدين ومن الطرف الدين، وعرفت إيه هي قاعدة القيد المزدوج، وعرفت إزاي أسجل العمليات في الجورنال دفتر يومية، وازاي اعمل بوستنج ارحل الى ترايل بالانس دفتر الاستاذ، وازاي اعد بريبير ازاي اعمل بوستنج من دفتر يومية الى الليدجر دفتر الاستاذ، وازاي اطلع النورمال بالانس بتاع كل دفتر استاذ، وازاي اعمل بريبير للترايل بالانس، ازاي اعد ميزان المراجعة. بكده يعتبر انتهينا من الفصل الرابع. اتمنى الكلام ده يتذاكر كويس، وكل معلومة اتقالت مهمة جدا نعرفها. واشوفكم ان شاء الله على خير في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم.